فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما معنى قتل عاد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون ما حصل لقوم عاد من ما أصابهم من الريح العقيمة التي نزعتهم من الأرض، وهم أكبر الناس أجساما، نزعتهم من الأرض، وهم يقولون من أشد منا قوة؟ جاءتهم الريح صارت أشد منهم قوة، نزعتهم من الأرض إلى عنان السماء، ثم نكستهم على رؤوسهم فدقت أعناقهم، فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، كأعجاز نخل منقعر. نعم.